نعم، نحن نمشي ونشوف زيارة وفد من دولة السعودية وقطر والإمارات ودول أفريقية إلى مقر دار المصحف الأفريقي للوقوف على الإنجازات الدار. نتابع مع بعض مشاهدينا الأعزاء ثم نعود للنقاش. جامعة التحقيق العالمية في هذا اليوم المبارك، وكانت زيارة موفقة بعد جولة على الدار وما يدور في الدار من مطبوعات والوقوف على مشروعات الدار. تم عرض الحمد لله لمشروعات الدار، والوفد الذي تشرف بهذه الزيارة عدد كبير من اخواننا من المملكة العربية السعودية ومن بعض دول الخليج، وبفضل الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية بالذات لها اسهامات كبيرة جدا في طباعة المصحف وعن طريق الندوة العالمية للشباب الإسلامي، والآن تقريبا طبعت أكثر من 1,000,000 مصحف عن طريق الشيخ سليمان الراجحي. 1,000,000 مصحف طبعت والآن وزعت على معظم أنحاء أفريقيا، والآن بفضل الله سبحانه وتعالى هناك عقود موقعت عن طريق دار المصحف أفريقيا وعن طريق الندوة العالمية للشباب الإسلامي، والآن هذه الكميات الحمد لله توزع وتطبع. هذا اليوم تشرفنا بزيارة كريمة من إخوة كرام جاءوا لزيارة مصحف أفريقيا، وهم ضيوف جامعة أفريقيا العالمية الذين جاءوا لمجلس أمناء جامعة أفريقيا وللندوة العلمية التي تقيمها الجامعة ورابطة خريجي الجامعة، وثل من الأخيار من النساء والرجال الذين يعني ضاقت بهم اليوم جنبات الدار، وهم يتفقدون مشروع الدار الرامي إلى توفير المصحف الشريف إلى 600,000,000 مسلم في إفريقيا. وقفوا على مراحل طباعة المصحف، وكذلك تعرفوا على إعداد الروايات الأربع التي يطبع بها المصحف في مصحف إفريقيا، وهي روايات الدوري وحفص وورش وخالون، ووقفوا أيضا على حراسة المصحف أثناء الطباعة ابتداء من إعداد الروايات القرآنية ومرورا بمتابعة والتأكد إلى خلو أي جزئية من جزئيات الطباعة من أي خلل مهما صغر، وهذه طبعا من حفظ الله تعالى لهذا الكتاب العزيز، ولكن يقوم على ذلك يعني رجال ثقات من العلماء ومن الحفظ الذين تدربوا على أمر مراقبة الطباعة.